وشلون يتمون الفكرة وشنو أهم المشاكل اللي عقبتهم وشلون تغلبوا على هالمشاكل وشنو بعدين أهم النصائح اللي ينصحون فيها الحضور ومن يسمعنا خلف الكاميرا وكل مبادر على الأقل نفس مجاله، لأن بعض المجالات تكاد تكون متشابهة، إن كان مجال في مجال المطاعم أو مجال المنتجات الغذائية أو مجال حتى الملابس وحتى مجال التصميم التصوير. عندنا تبارك الرحمن أمس أعتقد الكل استفاد من الندوة أن اليوم المشاريع الصغيرة ما عاد لها نشاط محدد. اليوم المشاريع الصغيرة كل نشاط في بالك ممكن تطبقه ويكون مشروع صغير. البعض عباله بس المشاريع الصغيرة حق أنشطة معينة. اليوم حتى يعني في مجال الزراعة، في مجال الصناعة، في مجال الخدمات، التجميل، المنتجات، كل ما يطرى في بالك. أنا ما ودي أقول الأنشطة عشان لا حد يركز عليها، كل ما خيالك يوصله من أفكار ممكن يكون مشروع صغير. عندنا بس شرطين حق المشروع الصغير، أن رأس ماله ما يتجاوز 250,000 دينار، وعدد عمالته من الكويتيين 5 كويتيين. يعني كم غير كويتي ممكن يكونون 100 غير كويتي. فتخيل معاي إذا كنت عدد عمالتك 100 ورأس مالك 250,000، أنت ما زلت مشروع صغير. زين شنو الأنشطة؟ قالوا لك كل شيء متاح، وبالتالي ما عاد في قيود، أنت اختار فكرتك وانطلق. بعد ما نسمع هالقصة راح نترك مجال لأسئلتكم، راح تكون حلقة نقاشية مع الإخوان الزملاء اللي راح يطلعون، وبعدين راح نفتح الأسئلة ونتقبلها منكم ومن اللي قاعد يتابعنا على اليوتيوب واللي راح يتابعنا عبر حساب تويتر وإنستغرام حق البرنامج هذا. طيب هذا بالنسبة حق فراتنا، وبعدها لما تصير حلقة نقاشية راح نقول لكم عن أهم الإعلانات الجديدة حتى تفيدكم كحضور ونخص فيها الحضور الكريم. نبدأ الفقرتنا الأولى، واحتراما للوقت لأن إحنا راح نأخر صلاة العشاء، نخليها بعد ما نخلص، راح إن شاء الله نكون صلاة العشاء متأخرة اليوم عشان نحاول نبدأ ونبكر بالوقت اللي متفق عليه، ونكون إن شاء الله ختام بعد ظريف لنهاية الأسبوع. قصة الأولى قصة ليتس بوب كورن، هذا الشاب الكويتي اللي للأسف اليوم كان مفروض يكون متواجد لكن قدر الله عنده وعكة صحية، لكن ينوبه اليوم أحد شركائه في النجاح. واليوم يمكن البعض يستغرب أن ليش إحنا مركزين على مثل هالأنشطة البسيطة، لأن أنا عندي فكرة تماما من هو ليتس بوب كورن أو شلون بدأ. أنا أذكر يوم كانت بالفعل كانت فكرة، وكان حماس الأخ الله يحفظه عبد الرحمن الشهاب جايني، وكان توه بحالكم في بدايته، ما كان عنده فكرة وكان عنده مقترح وكان خايف وكان متردد، إلى أن مشينا معاه وهو بعد بدأ على نفسه وتعب على نفسه إلى أن سوى له اسم محترم وموثوق فيه واسم حقيقة فرض نفسه على الجمعيات التعاونية. بل إن اليوم اسم بوب كورن اللي منتجاته يوزعها برا لكم كهدايا موجود في صالات السينما وقاعد ينباع خلف الكاشير عند صالات السينما لقوة منتجه وإبداعاته. وبالتالي بوب كورن هذا المنتج راح نسمع قصة الحين، وراح ينوب عنا اليوم الأخ فادي. أستاذ فادي طبعا هو شريك عبد الرحمن في الإدارة وقد يكون مدير التنفيذي. أترككم الاستمتاع بقصة ليتس بوب كورن، شنو هو وشون بدأ وشنو أهم القيم اللي عندهم، ومجهز لنا عرض يكاد يكون عرض نوعي وعرض فاخر وتوضيحي يعني لقصة نجاح بوب كورن. فيتفضل أخوي فادي يعطينا من وقت الثمين ونستفيد منه من شرح. بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية جميعا على حضوركم، وجدا شاكرين وجودكم معنا سواء في القاعة أو في على قناتنا في اليوتيوب مباشرة. اليوم باخذكم معاي برحلة صغيرة، كان مفروض يكون أخوي عبد الرحمن الشهاب شريكي والمفكر الرئيسي هم بعد معاي في المشروع هني متواجد، لكن الإنفلونزا مو رحمة أحد الموسم، فعجل الله في شفاء الجميع إن شاء الله. شنو قصة 11-11-11 في ليتس بوب كورن، وليش هذا الرقم جدا مميز عندنا؟ في 2010 كان في 3، واحد يشتغل في قطاع اتصالات وواحد في قطاع حكومي والثالث بانكر يشتغل في بنك. هذول 3 اجتمعوا مع بعض، كان عندهم حلم، الحلم هذا تبعه أمنية تمني. هذه كانت أول نقطة في تجربتنا لإنشاء براند أو علامة تجارية جديدة، بدأت من حلم، ورح نتكلم بعد شوية على كلمة حلم وأثرها في نجاحك. بعدها صار في اجتماعات مستمرة على مدى تقريبا شهرين، هذا في بداية 2010، تبع الاجتماعات نقاشات، وكانت نقاشات حادة.
لما يكون في ثلاثة يفكرون الثلاث أفكار هذا اللي يجتمعون مع بعض يطلعون بالآخر في فكرة واحدة صحيحة، لأن ثلاث آراء مختلفة، غير لما يكون عندك شخص واحد بس هو ماسك الموضوع ومسيطر وماخذ القرار. تبع النقاش صار في عندنا بحث مستمر ودراسات، كل كلمة تعرفها عن السوق، كل فكرة، كل رقم تجمعها من السوق المحلي أو العالمي جدا مهم عليك عشان يوصلك للتحليل والتخطيط. ما وصلت لمرحلة الخطة أنت ماشي في الطريق الصحيح، ووصلت لمرحلة جدا إيجابية في علامتك التجارية. حتى لو خذت معك سنة أو سنتين أنت قاعد تخطط، ما قاعد تبدي شيء اعتباطي أو عبثي. بعد التخطيط دخلنا في مرحلة جدا مهمة، وافقنا على كل الأفكار مالتنا، وافقنا على كل دراساتنا وتحاليلنا، وبدينا في التنفيذ. في بداية 2011 دخلنا مرحلة التنفيذ Execution Plan. هذه المرحلة جدا مهمة، نتيجة التخطيط مالنا والقرارات اللي خذيناها بدأنا نشتغل في صناعة جديدة، لا البانكر أو اللي يشتغل في البنك، ولا اللي يشتغل باتصالات مهندس، ولا الشخص الحكومي يعرف بالطباخ. أنا بسوي علامة تجارية FMB في قطاع التغذية. بدأنا في تجارب واختبارات استمرت 8 أشهر مستمرة، والحين بتشوفون نبذة عن هذه الاختبارات. جمعنا مجموعة تفوق 60 شخص من مختلف الأعمار والجنسيات والطبقات الاجتماعية، يشوفون منتجاتنا صح ولا مو صح، وين أنا مقارنة بالشغلات المنافسة لي في السوق العالمي. لأن لما بلشنا Let's Popcorn ما كان في لنا أي منافس في السوق الخليجي ككل. نقطة جدا مهمة، Think out of the box، أو فكر دائما خارج الحدود. لا تحصر نفسك هذا فلان شنو مسوي، ولا شفت مطعم في لندن عجبني وايد بسوي نفسه. لا، خليك دائما out of the box. شنو شفت امشي خطوتين لقدام وابدأ من هني. فهذه شغلة جدا جدا مهمة، وكون عندك business ethics أو قيم مبدئية تشتغل عليها. دائما walk the talk، الشيء اللي تآمن فيه وإذا كان صح خلي يكون جزء من شخصيتك وانطباعات الناس اللي تقابلها في حياتك في البزنس وفي السوشيال لايف. والشغلة المهمة جدا ان احنا مبادرين، قاعد نخاطر بس نبي نستمتع في المخاطرة مالتنا. ف 2011 كانت سنة تجارب وسنة خطوات عملية على الارض. في 11/11/2011 الساعة 11 صباحا فتحنا اول محل لنا. شنو فكرة المحل هذا اللي قلت لكم من شوي؟ الحلم ان انا قاعد اشوف طيارات قاعد تي من برا، تي براندات عالمية للكويت للسوق المحلي. تقريبا عندنا ما شاء الله امبراطوريات في الفرنشايز بالكويت، وجدا جدا جدا ناجحة. حلمنا ان بنسوي العكس، ابي طيارة تاخذ هالبراند الكويتي من الكويت للعالمية. فكذي انا كنت مشيت عكس التيار بفكر جديد يخالف كل التوقعات الثانية. شلون براند ممكن نقول عنه كويتي عربي محلي وصل للعالمية؟ هذا تحدينا الرئيسي وهذا حلمنا الرئيسي، إن يكون في عندنا هذا البراند ونخلقه ونشتغل عليه ويكون في فن أو متعة في إنجازه. من هني ولدت علامة تجارية مالت Let's Popcorn. قبل 11/11/2011 طبعا الحين انا قاعد ارجع للمره الثانيه اللي 2010، افكارنا وامنياتنا وتجاربنا والطباخ اللي قلت لكم عنه. هذا خذينا مكان منعزل، هذا اول كراميل سويناه انا وعبد الرحمن، ودونا بالاسعاف حروق مختلفه ويد، كان في عندنا كسور طاح علينا شغلات وايد. فالحمد لله قدرنا نسوي اول 3 نكهات لليتس بوب كور. وهذه الصور عندنا طبعا صور وايد، هذه بس سناب شوتس من حياتنا السابقه شلون بنينا العلامه التجاريه. عفوا، وهذه اول علبه Let's Popcorn اعتمدناها. طبعا تشوفون بلاك بيري ونوكيا، كان لهم ذكريات حلوه ويانا. وهذا اول ديكور لاول محل Let's Popcorn، واخترنا الامباركيه نفتح المحل فيه علشان يكون في الكوربريت بروفايل او تاريخ الشركه، تم إطلاقها في قلب العاصمة الكويتية. بعد 11/11/2011 الساعة 11 الصبح فتحنا أول فرع لنا زي ما قلت لكم، وبعديها تقريبا بأشهر قليلة جدا فتحنا الفرع الثاني وطورنا من علامتنا التجارية. لأن طول ما أنت ماشي في البزنس قاعد تتعلم، الأهم العلم هذا دائما سوي له documentations أو وثقة
لا يضيع منك، لأنك تستخدمها في المستقبل في الفرانشايز إذا تبي توصل للعالمية. وفي 2013 هذه الصورة من جزيرة اللؤلؤة في قطر، محلة بوب كورن فرانشايز. من هنا دخلنا في علامتنا التجارية خارج الكويت، الحين شوي نتكلم عنها بشكل سريع جدا. في عندنا قوانين داخل الشركة، هذه القوانين كلنا نآمن فيهم. القانون الأول طبعا بالإنجليزي ساوندز أحسن من العربي، بس إحنا قاعد نحاول نترجمها. While you're sleeping, someone else is doing it. طول ما أنت نايم ومتلحف وكذي ومرتاح ومطول النومة، في أحد ثاني قاعد يشتغل على النجاح برا، فأنت قاعد تخسر وقت، والوقت اللي قاعد تخسره عمره ما يرد مرة ثانية. هذا قانون من أهم قوانين Let's Pop Corn في بداياتنا، وعلى فكرة الموظفين كلهم حافظينهم، اللي مو حافظين خصم عليه. القانون الثاني، أي شيء تقدر تقيسه تقدر تتحكم فيه. ما تقدر تتحكم في أي شيء ما تقدر تقيسه. لو مثال الهواء ما أقدر أقيسه فما أقدر أتحكم فيه، لكن لو جبت بالون حطيت فيه هواء أقدر أتحكم في الهواء داخل البالون هذا، أني قدرت أقيسه. وهذا الشيء ينطبق على المهام والخطوات والأفكار والتطبيق والإجراءات. إذا تقدر تقيسها تقدر تتحكم فيها، وتقدر تقيس مدى نجاحك في إنجازها. هذا القانون كان جدا 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 في مهم في خطوتنا الأولى العالمية. القانون الثالث هذا مخصص داخليا، أي فرد من أفراد عائلة Let's Pop Corn، بين قوسين سميهم الموظفين، إحنا عندنا عائلة، أي فرد من العائلة ما يستمتع في العمل معانا نترجاه إنه يقدم استقالته. فتبي تستمتع في العمل معانا حياك الله، هذا جزء من العائلة. فالفن أو المتعة جزء أساسي من قيم Let's Pop Corn الداخلية والخارجية. غير القوانين في كلمات كانت جدا مهمة شفناها، إحنا قاعد نعيشها يوميا من 11/11/2011 لليوم. احتفلنا 6 سنوات بحياة Let's Pop Corn. الكلمة الأولى الباشن، الشغف. أنت في شيء تحبه اعشقه، خلي يكون عندك شغف قوي عليه، لا يكون مجرد هواية. فحدد كلمة الفرق بين الشغف وبين الهوبي، خلي يكون في فرق حتى في تفكيرك وفي تخطيطك في هذا الموضوع. الكلمة الثانية الإلهام، الإنسبيريشن. دائما اقرأ، دائما شوف، لأن دائما في عندك شغلات معينة تعطيك إلهام لخطوة ثانية. أنت ممكن تكون ماشي بطريق، فكرة صغيرة أو صورة صغيرة حتى، أو حتى في جوجلت تغير تفكيرك تماما. دائما إنسبيريشن، خلي مخك مفتوح للتغيير، لا يكون عندك حصر في مجال واحد أو كوريدور واحد ماشي فيه وهذا الطريق لازم أمشي، لا خلي عندك إلهام. الكلمة الثالثة الديديكيشن، تفاني. أنا خذيت خطوة بطلع من وظيفتي بصير مبادر، عشان أصير مبادر أنا عندي تفاني. الموضوع مو موضوع حياة أو موت، الموضوع أهم، نجاح أو فشل. الفشل يتعوض لكن ياخذ وقت، فعشان كذي عندنا الوقت وايد مهم. كل يوم راح منك ما يتعوض. رئيس الولايات المتحدة عنده 24 ساعة يدير فيهم العالم ودولته، أنا عندي 24 ساعة يدير فيها دولة صغيرة اسمها Let's Pop Corn. أهدافك لازم تكون واضحة، لازم تكون بروزة، لازم يكون في عندك فكرة أنت بعد 5 سنوات وين بتكون، وبعد 10 سنوات عفواً وين بتكون. فالأهداف جداً واضحة، ولازم تتعلم خلال فترة مسيرتك. تعلمت نفس ما قلنا، وثق وثق، لأن أنا كعلامة تجارية بلشت من الصفر أصير فرانشايز في 8 دول مو سهلة، يبي لك دوكيومنتيشنز وايد كثيرة. إذا العلم اللي قاعد تجمعه حتى لو كان وصل أجار، شنو قاعد نكتب فيه؟ عقد أنا موقع مع شركة ولا محل ولا 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 مستأجر مثلا مصنع أو أرض، شنو إجراءات العقد هذا؟ تعلم ووثق كل هذه المعلومات، والممارسة مالتك اليومية مع موظفينك مع عملائك لازم كل هذا توثقها. الشغلة الأخيرة المهمة من كلماتنا السحرية في Let's Pop Corn اللي قلنا عنها، قيم العمل، Business Ethics. هذا جدا مهمة، كن صادق مع نفسك مع اللي حواليك، لأن الصدق مالك بينعكس علامتك التجارية. في ناس وايد اشتغلوا لكن البزنس إثيكس تضيع الشغل والتجارة مالتهم، فخليك واضح وصريح وصادق في نفس الوقت. في 2015 بعد 4 سنوات من إطلاق علامتنا التجارية Let's Pop Corn أصبح العلامة الكويتية
تقريبا أقدر أقول الوحيدة اللي موجودة في 6 عواصم خليجية بالإضافة إلى لبنان ومصر، وإن شاء الله قريب بتكون في الأردن. فصار عندنا هني إمبراطورية صغيرة اسمها Let's Popcorn. هذه خريطة صغيرة توضح لكم إحنا وين متواجدين. وبدينا من الإمباركية في خلال 5 سنوات، الحمد لله إحنا متواجدين في هذين الدول. عندنا أفرع كبيرة في دبي، عندنا أفرع أكبر إن شاء الله تنفتح في الرياض خلال 2-3 أسابيع. مصر إن شاء الله بيكون فيها 4 أفرع في نهاية فبراير 2018. الحمد لله ماشيين في الطريق الصح، وهذا كله بسبب الكلمات السحرية والقوانين قلت لكم عنها. جدا 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 مهمة أعرف أنت وين ماشي، هذا جدا مهمة. Let's Popcorn فازت بجائزتين جدا مهمين بالإضافة لجوائز ثانية عينية، واحدة منهم كانت من الحكومة البريطانية، خذينا The Best Business Award، Great Business Award 2015. والجائزة اللي قبلها كانت من الانترناشنال وور فرنشا أسوسييت كأحسن علامة تجارية في الميدل إيست 2013. شنو Let's Popcorn؟ طبعا هنا أنا مو جاي أتكلم وايد عن Let's Popcorn، لكن بعطيكم سناب شوت سريع عن القيم، ليش Let's Popcorn اختلف عن الباجي. أنا من البداية لما قلت لكم نخطط ونحلم، العالم محلات البوبكورن فيها 10-12 فليفر، أنا بديت 22 فليفر، كل فليفر فيهم له قيمة وله قصة. المنتج مالي غير فكر البوبكورن تماماً، الناس تخاف تمتم البوبكورن، أنا قدمت بوبكورن صحي ينزل الوزن ما يزيده. ولو تسوون جوجل على كلمة healthy popcorn راح تشوفون أن البوبكورن علمياً أثبت أنه صحي 99% أكثر من الفواكه. الفاكهة عبارة عن 80% ووتر أو ماي، البوبكور عبارة عن 90% مضادات أكسدة. الأهم من هذا كله يتم تحضيره بطريقة صحيحة، استخدمنا تقنية الهواء الساخن أو اير بوبينج اللي مو مستخدمة في السوق تماما، كله مسوينه بالزيت احنا نسويه بالهواء. هذا كله نتاج التخطيط اللي بدأنا فيه بالبداية، كل شيء على ورق، وين نبي نكون، وين احنا، شو نبي نسوي، فرقت وايد. أنا لما بقدم كوفي غير لما بقدم جورمي كوفي، تفرق عن الفاتح في الجهة الثانية أو في منطقة ثانية. قبل البوبكورن عبارة عن سينما أو ستريت إيفنت واتيفر، Let's Popcorn غير المعايير هذه كلها. البوبكورن الحين صار توبينج حق السلطة، يتحط فوق السلطة، صار توبينج حق الكيك مع القهوة، 3 دينار صار البوبكورن. تشوفون وايد بوبكورن كوفيز أوتسايد مع الآيس كريم. فمن هني وصلنا لتاج لاين مال Let's Popcorn، إن بوبكورن بطعم لا يشبه البوبكورن تماما. غيرت الثقافة من ثقافة بوبكورن سينما لثقافة ذواب. في شيء احنا نآمن فيه، إن إذا أنت فريقك صغير وشركتك صغيرة تقدر تسوي شغلات وايد كبيرة، بس الأهم إنه يكون فريق بقيادتك أنت. هذا جزء من الإيمان اللي آمن فيه في Let's Popcorn، والدليل شفتوه من شوي. اليوم Let's Popcorn عندها 71 موظف كلهم مدربين، عندهم شهادات من عندنا كإدارة إنه يشتغل في Let's Popcorn. كان عندنا ارتفاع تقريبا 35% سنويا. أنا اليوم عندي 60 نكهة من Popcorn، فاقد 50% من هذا المنيو حصرية حق Let's Popcorn عالميا، ما تشوفون بأي محلات ثانية حق الجورمي Popcorn. والأهم من هذا كله عندي 14 محل إقليمي وفوق 230 نقطة بيع، الثلثين فقط في الكويت. هذا بالنسبة لي كان قمة نجاحنا، والحمد لله إن شاء الله نمشي ونتوسع أكثر. شكرا. أنا هذا السلايد يهمني، هذا كله يمكن تقرون تسمعونه تقرون على الويب سايت مالتنا. هذا السلايد يهمني، شو الفرق بين المبادر والموظف. ما راح أتكلم كلام جوجل، راح أتكلم واقع من حياتي أنا وأخوي عبد الرحمن الشخصية، فبشارككم وياي لو سمحتوا. من عندنا مبادرين، من عندنا موظفين. مبادر، من مبادر، 2-3، أوكي. إذا وافقتوني يقول أوكي. شنو الفرق بين منبه المبادر ومنبه الموظف؟ الألارم الصبح. الموظف، تفضل. أنت اللي تختار الوقت مالك. الموظف. المبادر انا صاحب شغف اروح بنجز في مهمه مده 4 ساعات 5 ساعات او اخلص علشان عندي شيء ابي اخلصه. شيء ثاني بعده. ممتاز. شنو الفرق اخوي محمود من بين الموظف والمبادر؟ عندك وقت
ما عندك وقت بالضبط بالضبط. انا ما كنت موظف اقعد الساعه 6 الصبح 6 ونص انا ماخذ دوش مالي وبالسياره وتاخرت 5 دقائق انا طايح بالزحمه، معروفه هالشغله، انتم حاسبينها بالدقيقه اكيد. الحين انا كمبادر تعودت اقعد الساعه 4 4 ونص الفير، احلى وقت حق الايميلات وتخلص شغله، لان عندنا دول قاعد تراسلنا وايد. الساعه 10 حط راسي انام مره ثانيه، اقعد مره ثانيه الساعه 1 اتغدى مع الاهل واطلع اكمل شغلي برا. فالمنبه مالنا احنا مو مال الدوام، انا حط الوقت كل يوم شنو عندي حسب ما عندي. هذا الفرق. القهوه اللي نشربها الصبح شنو الفرق بين الموظف وبين المبادر؟ بس ما هي الموظف مثل ما هي المبادر، تكون عندك تملك نفسك، اجتماعك يكون في قهوه صباحيه تقعد في الافنيوز وتقعد في مكان ثاني. انا من متابعتي لاصدقائنا الموظف دائما حاط ستاربكس اسمع عليها مصورها منزلها بالانستغرام، المبادر ما يسوي كذي، مبادر قهوته الماج مالده في البيت دائما المكسور ويشرب قهوته بسرعه مستعجل ويطلع يشرب قهوه برا في مكان ثاني. الحياه الاجتماعيه عند الموظف ممتازه غنيه، يقوم بالواجبات. المبادر صعبه، يمكن توافقوني، يصير عندك فقط اولويات تاديها لكن الثانويات تتاجل او تتكنسل. فالحياه الاجتماعيه عندك جدا محدوده كمبادر. ليش؟ لان وقتك صار ثمين، قيمه الوقت جدا مهمه. يمر عليك يومين تنام فيهم ساعه، شيء ممتع جدا ممتع، انت قاعد تشتغل حق نفسك. الحياه العمليه عندك سريعه، حركه، ما عندك شيء اسمه روتين، ما عندك شيء اسمه نفس الشارع خلال يومين تمشي فيه نفس الطريق، كل يوم عندك مكان غير ثاني. واصعب يوم لما يكون عندك مراجعات حكوميه. عندك يوم بالاسبوع واحد صديق متخصص في ماركتينج، متخصص في يعني عمليات خارجيه، يكون دبلوماسي سابق. بالضبط، صحيح صحيح. صحيح. الكويتيين كلهم ما شاء الله يقولك تعال. بالضبط. عندك حياة عملية لكن مفيدة. أنت قاعد تقعد مع ناس يفيدونك جدا. ليتس بوب كون عبارة عن سيارة صغيرة إحنا ركبناها، سفير الأمريكي صاحبنا، سفير البريطاني صاحبنا، الحمد لله قيادين من الحكومة يعرفوننا عدل، وهذا كله بفضل شغلنا مو بفضل شيء ثاني. فأنا قاعد أبني اسمي وأربطه بعلامة تجارية، لازم الصدق يكون أساسها. في سؤال الحين حق الموظفين، شنو الهاشتاج اللي عندكم ومو عندنا؟ هاشتاج يستخدمون الموظفين وما يستخدمون المبادرين. هلا بالخميس، ترى صدق ما نعرفه والله العظيم، ما له تأثير علينا يعني، يوم الجمعة ما نحس فيه إلا غدا الأهل وكذي. هلا بالخميس هذا شيء واو، هذا ايش فيهم؟ طالما متي لك مسجات على الجروبات. المبادر هذا الشيء ما يعترف فيه. انت تحدد العطله مالتك، انت تحدد اجازتك، تحدد شغلك، وتحدد متى تبي تنام. فانت حر نفسك، لكن اتعب، الشيء مو وايد سهل. في تعب، في تفاني، كلمات سحريه. ان شاء الله البرزنتيشن بتكون متوفره عند اكيد اكيد حريه اكيد. بالضبط. العطلات انت تحدد متى تبي تسافر وايش كثر تبي تسافر. والله سفره صغيره على دبي يوم او يوم ونص، كنا عن سفره سنه كامله حق موظف لما يروح لندن يقعد شهرين. في عندك حب وشغف وفعلا نومه حلوه هناك وترد مره ثانيه لان عندك شغل وايد. انا تقريبا هذه الشغله السلايد ابي اوضح لك الفرق بين حياه المبادر وحياه الموظف. انت قاعد تشتغل لنفسك ولاهلك ولمستقبل عيالك، قاعد تبني لهم هالبيت او هالمزرعه العوده اللي بالمستقبل تكمل لهم ان شاء الله مدخول اضافي. طول ما انت موظف همك في المعاش والتقاعدي، ما راح يكون عندك رقيب الفكر، شغلك محدود، حياتك محدودة، ولو تبي تتعلم بعد الدوام راح تتعلم شيء يرجع لدوامك أو شيء محدود مو أكثر من كذي. وصعب جدا تكون بين البين، أنت يا مبادر يا موظف، صعب أنك تكون بالنص. فإن شاء الله من هني أنا قدرت أخليكم شوي تفكرون في شغلكم. واللي يتابع ليتس بوب كون على الانستغرام، انا هذه تقريبا فيديو انزله اسبوعيا، هذه مو من الكويت، لك انا انزل فيديوهات حقيقيه، انا ماشي الطريق فاضي قدامي، الناس كلها رايحه العكس وزحمه. فالمبادر دائما ماخذ راحته بالطريق، يمكن اخوي مريت في الموضوع هذا صح؟ انا اكون رايح باتجاه مثل اسواق القرين، الناس كلها رايحه على الديره على شغلهم. فهذه حياه المبادر وهذه حياه الموظف، لكن الموظف مستانس، المبادر مستانس اكثر. حبيت اشكركم، اخوي عبد الرحمن ما ويانا فقررت احطه من البوب كورن، فاذا في اي اسئله ان شاء الله بيكون عندنا كيو اند اي سيشن. يعطيكم العافيه، شكرا.